علم الكحلي رفعت الراية البيضاء. فتحت البوابات على بركة الله لربع أشواط الحفل الخامس في جزئه الثاني. هنا الانطلاقة سريعة يقودها البيك في هذا الشوط، في محاولات أيضا من قبل معول للانطلاقة في هذه الأثناء، وكذلك نشاهد عرنون أحد الأسماء المنافسة على الصدارة. هنا نشاهد وكذلك البيك يحاول الانطلاق في هذه الأثناء، وعفوا معول يقود السباق في هذه الأثناء بجوار السياج، فيما عرنون ابن بمروي إلى المركز الثاني والبيك إلى ثالث المراكز، فيما محاولات من قبل ريوم ابن تراجكتوري مع أحمد الشرار إلى رابع المراكز تتقدم إلى المركز الثالث في هذه الأثناء، مع محاولات الراس شامخ أيضا في غمار المنافسة إلى رابع المراكز، وعاتبهم ابن كينغ سونغ يحاول الآن في خامس المراكز، فيما نشاهد لا زالت الصدارة لا زالت الانطلاقة مع معول ابن وثاب يحاول الانطلاق في هذه الأثناء بجوار السياج. خمسة مهرات في مواجهة 13 من المهور و18 شعار من مختلف الشعارات. درواز الأحمر يحاول الاستحثاث في المنتصف، ونشاهد هنا الراس شامخ ابن كات دريمز مع لويس موراليس ينطلق إلى المركز الأول الآن مع 400 متر الأخيرة، الدخول إلى الأمتار الأخيرة والخط المستقيم. الراس شامخ في الظهور الثاني هذا الموسم والظهور السباق السادس له ينطلق إلى المركز الأول مع 150 متر الأخيرة، يوسع الفارق لويس موراليس يطلب منه الابتعاد أكثر وأكثر. الراس شامخ في طريقه للفوز الأول، ما شاء الله تبارك الله، ألف مبروك. الراس شامخ بطلا لهذا الشوط دونان على ما يبدو.